اهلا بكم مشاهدي ومستمعي بي بي سي في حلقة جديدة من دنيانا، ونحن فيها اليوم امام ثلاث سيدات يعملن في مجال الفن ويعملن في مجال استخدام الفن للتخفيف من المعاناة واحيانا من المأساة. معنا دلال مقاري من فلسطين، أماني شنودة من مصر، وسابين شقير من لبنان. موضوعنا اليوم إذن كيف يمكن للفن أن يخفف من معاناة نازح، من معاناة مقهور حتى، وهل يمكن لضحكة أن تكون هروب من الواقع ولو هروب مؤقت؟ في فقرتنا الثانية من البرنامج نتحدث عن الأنواع الحديثة للعلاج من خلال الضحك والفن وغيرها من الأنواع مثل الرقص مثلا. سنناقش هذه القضايا، كونوا معنا لأن الحلقة غنية بتقاريرها حول هذه المواضيع. ولكن بداية نتعرف على المشاركات معنا. دلال مقاري، أهلا بك. أنت أخصائية بالعلاج من خلال الدراما ولديك معهد دراما بلا حدود. مساء الخير ومساءكم إبداع. أكيد أنا المدير المؤسس لمعهد دراما بلا حدود الدولي، وطبعا معهدنا قائم على التأهيل والعلاج عن طريق الفنون، يعني إذا بدي أقول. وجمهور من الناس التي تلجأ إلى هذه الوسيلة للتخفيف من معاناتها، يعني الفئات المهمشة، الفئات التي تحتاج إلى مساعدة. هذا جزء أساسي إذا بدي أقول من الفئات المستهدفة، يعني مثلا اللاجئين أو النازحين، هذا من جهة، النساء المعنفات، المشردين، المصابين بصدمات نفسية، مثلا الأطفال الأيتام. إذا سيكون من مجال أكثر للتعرف على شغلك وعملك في هذا المجال في سياق الحلقة، ولكن بداية هيك تعريف سريع عنكن. أماني شنودة، أنت في الأساس رسامة. بالضبط كده. ولديك أيضا مشروع للعلاج بالفن. تمام، بالضبط. أنا أصلا فنانة تشكيلية، برسم، وعندي مشروع ابتدى كمبادرة للعلاج بالفن في مصر، بيتضمن حاجات كتير غير يعني طرق مختلفة من العلاج بالفن. يعني حتى المسمى معناه ان هو مسمى براح، معناه ان هو المساحة اللي فيها ممكن الشخص يتقابل مع نفسه بشكل أكثر إرياحية، من غير أي حكم، من غير أي حاجة تكون مكتفة. أهلا بك أماني. سابين شقير، أنت مهرجة، يعني مهرجة، ماذا نتوقع في هالحلقة؟ ما مهرجة ضمنا الأحسن. إيه، أنا مهرجة، بشتغل، عندي فرقة مهرجين بلبنان اسمها كلاون مي إن، نعمل عروضات بلبنان وبرات لبنان، بشتغل مع مهرجون بلا حدود كمان، وشغلنا كله بيتكل على الضحك واللعب والمرح إذا شيء، وأكيد أكيد نستعمل هذا الفن لشغل مع كل الأشخاص يلي عندهم مشاكل مختلفة. ولماذا أصريتي أنه يكون في ورقة قدامي؟ يعني حسيت أنه كلكم كتير عندكم ورق وقلم، فقلت لحتى ما أكون أنا الوحيدة الخارجة. هلأ المشكلة أنه عندي الورق بس ما عندي القلم. خليك مذكرة، سنعتمد على الذاكرة، والذاكرة جزء أساسي من نقاشنا. ممكن أعمل فيهم طيارات، شو بيقولوا، هي طيارات من ورا، يعني ما مش شايفه غير استعمال. وهول بفيدوك في مشاريعك اللاحقه، يعني بتكسبي وقت. اهلا بكلنا، نطلق النقاش بعد هذا التقرير. Thank you.
هناك قاسم مشترك بيناتكم غير الفن، هو العمل مع النازحين واللاجئين في مصر، وأنت في فروع جمعيتك وسابين أيضا في مخيمات لاجئين في لبنان وغير لبنان. هل يمكن أن تكون هذه الفرحة هي فرحة مؤقتة؟ يعني ماذا نبغي من خلال استهداف هذه الفئات؟ هلا أنا بعتقد في شغلتين بيناتنا بتتصل، اولا الشغل مع اللاجئين وهيدول الفئات، بس كمان الشغل على الحكايه. وبعتقد يعني بمحل انه هول الفئات ومثل كمان غير فئات كلنا عندنا حكايات، وهي الحكايات مهم انه تنحكى ومهم انه تنسمع وتتشارك. فبمشاركة هول الحكايات، إن كانت الأشخاص هن أشخاص عايشين حروب أو طالعين من حروب، أو أشخاص مش بالضرورة عندهم حكايات تانية، نهار يلي منقعد سوا ومنسمع حكايات بعض، هيدا أكيد بتجيب فرحة، بتجيب رياحة نفسية مؤقتة أو غير مؤقتة. ما بعرف شو رأيكم؟ يعني أنتوا بحس شوية أنه فكرة العلاج بالفن عامة، وخصوصا مع الفئات اللي هي اللاجئات أو اللاجئين أو المهمشين بصفة عامة، وكأنها بتفكرهم بجزء كده. بشارك سابين في فكرة الحكاية طبعا، أنه غالبا في أي حاجة من أدوات الفن إحنا في الآخر بتكون بتساعد على أنه الحكاية تطلع، كل حد يحكيها بطريقته. لكن بشوف ان احنا وكاننا بنرجع الانسان لحقيقته، اللي بيخليه بيتصل بكل الاجزاء اللي فيه اللي جواه، اللي هي ممكن يكون جزء موجوع ومتالم لكن في جزء كمان فرحان ومبسوط. كي لا يبقى الكلام عام اماني، ممكن تعطينا مثل مباشر؟ انت عملتي مع اثيوبيات، عملتي مع سودانيات، عملتي حتى مع سوريين، انا اقول سوريات ولكن سوريات وسوريين واثيوبيين بالضبط. كيف يمكن أن نفهم أنه الإنسان يخرج ما بداخله مثل ما بتقولي؟ هي الفكرة بالنسبة لو نتكلم على الفن الـ يعني الفيجوال أرت اللي هي الفنون المرئية، اللي هو بيشتغلوا بالألوان وبيشتغلوا بالحركة كمان في نفس الوقت. في الحالة دي هو حد وكأنه يعني في لاجئات ولاجئين بيكونوا يمكن أول مرة يمسكوا الألوان من أيام ما كانوا أطفال، أول مرة يمسكوا الألوان، فبالنسبة لهم وكأنه بيخرج حتة فيها طفل جواهم على سجيته، بيقول وبيلعب وبيتكلم وبيطلع حاجات هو نفسه أو هي نفسها بتكون مندهشة إن هي جواها، فبتطلع حاجات هي مش عارفة إيه اللي طلع ده. فهو صحيح هو الفن تعبيري، فن تعبيري، بس هو حتى التعبير مش بيكونوا عارفين هو طلع منين، لأنه الفن غالبا بيشتغل في حتة في المخ بعيدة عن مركز الكلام شوية، وكأنه بيصحي حتة في اللاوعي بتطلع في شكل بقى حاجات كتير قوي. وهل هذا يعالج؟ يعني هل هذا نقول علاج بالفن؟ هل هذا يعالج؟ اسمحي لي أول شيء بلش من الفيلم الوثائقي اللي حضرنا. الفيلم تعرض للاجئين، أنا بعتقد أنه مش هيدي المساحة بس اللي بيتوجه لها العلاج بالفن. صحيح، وأنت أعطيتي مثل المرأة المعنفة، المشردين. بدي أقول أنه إذا بدي أرجع بالتاريخ شوي للفنون بهذا المعنى ودوره بمجتمعاتنا، إذا بدنا نأخذ الجانب اللي له علاقة بالحكاية، فشهرزاد الأم كانت الأولى للحكاية. بدي أتناولها مش شهرزاد ألف ليلة وليلة الماجني أو بدي أسميه الجريئة، رح أقول أنه هي تيرابويترين، هي المعالجة الأولى، لأنه أصلاً هي دخلت على مساحة كتير صعبة بشخصية شهريار وحاولت أنه تعدله سلوكه عبر ألف ليلة وليلة، وكل يوم كان في تحول بشخصيته، شخصية الرجل الدكتاتوري اللي صار شخصية رجل مسالم ومهضوم وإلى آخره. كمان حاولت أنه تدربه على أشكال يعني جديدة إذا بدي أقول من الحياة بالتعامل مع المرأة بهذه الخصوصية. إذا لما بدي أرجع لموضوع الحكاية
وجذورها والحكايه المعالجه. حقول انه جدتنا شهرزاد كانت اول معالجه بهذا المعنى، واستطاعت تحويل شخصيه شهريار من ديكتاتور وقاتل بهذا المعنى الى شخص طفل يترقب يوميا موعد الحكايه ليعدل من سلوكه. ولكن هذا المثل جميل جدا، ولكن نحن نتحدث عن ضحايا حروب وضحايا مأساة ويعيشون المعاناة وليسوا صانعيها. نتوقف قليلا مع تقرير يلقي الضوء على ماذا تفعله سابين مع الأطفال اللاجئين. ربما ما قلتيه أيضا يفتح المجال للحديث عن يعني الحكاية اللي بدأت سابين بالإضاءة عليها وتوثيق لي هذه المعاناة. هل يمكن أن نقول أنه ما نشاهده هو له بعض توثيقي أيضا برأيك؟ فينا نقول من هذا الجانب ب 2017 حصلت على جائزة الدولة الألمانية تحت برنامج التعايش والاندماج، لأنه عملت مشروع اسمه توثيق ذاكرة اللاجئين. توثيق ذاكرة اللاجئين اشتغلت سنوات، يمكن تقريبا 5 سنوات وصلوا، بسايكودراما ودراما ثيرابي مع مجموعة من اللاجئين سوريين أفغان عراقيين، يعني مجموعة جنسيات مختلفة بهذا المعنى. لنقول أنه كل مهاجر بيحمل معه حكايته، الحكاية حكاية الترحال وحكاية الجذور بهذا المعنى، بيصير عنده الحكاية المتتابعة المتسلسلة، حكاية الجذور بعدين حكاية الانتقال من مكان لمكان لمكان. كل مكان عم تنتقل فيه الشخصية عم تحمل سمات جديدة بالرحلة بهذا المعنى، معاناة جديدة وأحلام جديدة. يعني إذا بدي أقول توثيق ذاكرة اللاجئين اللي نحن بشكل أو بآخر عم نشتغل فيه جميعا، هو مسألة جدا مهمة، لأنه ولكن نحن نتحدث عنها من خلال الفن. بالضبط، الحكاية من خلال الفن. الحكاية هي جزء من تركيبة وتكوين الشخصية، لأنه أصلا هي بتحمل الموروث، هي بتحمل العادات والتقاليد، هي بتحمل الهوية الجمعية والهوية الخاصة بهذا المعنى. سابين، يعني ما رأيك؟ لا يعني أنا جاي بدي أقول أنا حسيت عليك إنه المهم كمان بالموضوع كله إنه نحن عم نوثق الحكايات، بس هو الأهم إنه هالأشخاص يلي عم تمرق بهاي الحكايات، الفرق بين إنه تمرق فيها وترجع تحكيها وترجع تسمعها، هيدي بروسس بروسس لحاله بيودي لعلاج معين. ورح ارجع لسؤالك اذا هيدا الشيء هو بيعالج ولا ما بيعالج. نحن بالحياه اي شيء ممكن يكون علاج لنا واي شيء ممكن ما يكون. اليوم انا كشخص ممكن حس انه اذا رحت هرجت وانبسطت ولعبت وعملت اشياء بتخليني اعيش ساعة من الوقت برات المكان، يمكن هذا الشيء لحاله بيخليني حس برياحة، وهي الرياحة تضل معي واستعملها بمحل تاني. ويمكن إذا رحت رسمت حس بنفس الشيء اللي ما حسه أنا وعم هرج، أو إذا مثلت، أو إذا رحت عند معالج عند بسيكولوج أو عند شرينك معالج يعني نفسي، معالج نفسي، حس بهذا الشيء اللي ما بحسه بالتهريج أو بالفن أو بهذا. فنحن اليوم كمجموعة عالم عم نستعمل أدوات مختلفة من العلاج بتمشي على أشخاص ما بتمشي على أشخاص تانيين، ونحن نقطة ببحر أشياء كتير لازم تصير، بقلب أزمة كتير كبيرة عم بتصير بالحياة وبالبلد. ومعنا كأشخاص إن كنا لاجئين عايشين حروب أو إن كنا عالم عادي، ما عم نتطلع بالأزمة الكبيرة يلي عم بتصير حوالينا. يعني أنت بدأتي بالكلام عن الحكاية،
هل يمكن أن توضحي هذا الكلام؟ يعني لذلك أحببنا أن نرى التقرير عن تهريجك مع النازحين والفرقة تبعكم. أين تكمن أهمية الحكاية فيما تقومين به؟ أوكي، شو بنعمل نحن كمهرجين؟ بنوصل على المكان، مكان بكون عايش أزمة، إن كان أزمة حرب أو أزمة طبيعية، يعني عالم طالعين من تسونامي أو أي شيء، بنوصل على المجموعة وبنخلق حالة فرح بالمكان، بنعمل عروضات، بنخلي العالم تضحك كلها سوا، صغار كبار، وبعدين بنشتغل مع هالمجموعات. لما اليوم نحس انه نحن عم نضحك، مبسوطين، مرتاحين، فمنحس حالنا اريح انه نكون بمجموعه عم نفوت بهيدا الشيء اكثر. لما نكون بهالمجموعه بنشتغل على الجسم، على التعابير تبع الجسم، على كيف نحن نعبر عن حالنا بجسمنا. يمكن النسوان يلي في تابو انه تستعمل جسمها او تستعمل صوتها، كيف تقدر تستعمل هذا الصوت وهذا الجسم؟ ومننا منفوت على الحكايه، على الحكايه يلي كل حدا من هالاشخاص حابب يخبرها او حابه تخبرها، وبهيدي الحكايه نرجع منفوت اعمق على الحكايه يلي اكثر شخصيه، يلي اكثر هي شغله وحده، ومش بالضروره تكون الحكايه هي حكايه بالمطلق. يعني ما بنحكي اشياء بالمطلق، بنحكي عن حقيات يوميه، عن اشياء صارت، عن يمكن عندنا حكايات عن نسوان وتفاصيل حياتها الجنسيه مع 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 البارتنرز، مع الشريك تبعها، او يمكن عن مومنت صغير. يعني بنركز على هودي المومنتس الصغار يلي اثروا بحياتنا. لما يطلعوا هول الحكايات بنسجلهم، ولما نسجلهم بنرجع بنحطهم على المسرح من خلال عمل مسرحي، نبرم فيه على الشوارع، وبنخلي هالعالم تسمع الحكايات، تشارك، تعطي رأيها، وبنخلي العالم اللي حكيت الحكايات تشوف العالم يلي عم تسمع لحكاياتها. فبروسس هيك طويل بيبدا بضحك ولعب، وبينتهي كمان بضحك ولعب، بس بيتخللوا اخذ وعطى. على كل أعتقد أنه أماني عندها تعليق، لأنه لم نستمع إلى تعليقك، ولكن قبل تعليقك في إليك زميلة تعمل أيضا في العلاج بالفن من خلال الرسم في الأردن، هي ريم أبو كشك. كان يفترض أنه تكون معنا، ولكن لأسباب مرضية لن تكون معنا، ونشاهد هذا ونستمع إلى هذا التقرير السريع. يساعدني بس توزعوا لكل مجموعة بس ورقة، كل مجموعة ورقة. بتفكروا بالشي اللي على بالكم، مش قادرين تخلصوا منه الفكرة، وعلى هالورقة تمسكوا القلم وبتخربشوا عليها. يعني أماني دلال تحدثت عن توثيق ذاكرة اللاجئين، سابين تحدثت عن هذه الحكايات التي فيما بعد تصبح عمل مسرحي تهريجي، والتعبير بالرسم هو مثل ما قلت في البداية هو مسار لإخراج ما بداخله، ولا ليس بالضرورة أن يخرج بشيء، يمكن أن يكون معبر للغير، فقط للشخص نفسه. طيب، هو الشغل بالرسم بشتغل بحاجة اسمها process art، وهي process art ككلمة كده لو بصينا عليها هنلاقي ان هي حركة فنية طلعت في الستينات، اللي هي بتدي الأهمية الكبرى للبروسيس نفسها، واحنا بنعمل الفن مش للبرودكت او المنتج النهائي بتاع الفن. فاللي بيحصل انه طبعا بشتغل بأدوات كتيرة قوي من اللي هي العلاج بالفن نفسها، فأنا ممارسة للعلاج بالفن مع أساسي البروسيس دي. البروسيس دي هي ببساطة إنه إحنا بنجرب، طبعاً بنعمل في الأول تسخين، وبنعمل إحماء وجسد وحركة وصوت وكل حاجة، لأنه عشان الناس تحس إن هي في مساحة أمنة تقدر تعمل أي حاجة. وبعدين بنشتغل بإنه كأنه بيسموه تداعي الحر،
في السايكوثيرابي هنا بنشتغل بنفس الطريقه بس بالالوان، وكانه هو مفيش جايدنس، مفيش اي حاجه، مش بقول نعمل ايه، وكانه بكتشف، انا بكتشف ايه اللي جوايا، وبحاول اوقف تفكيري عشان اعرف ادخل جوايا فعلا واكتشف ايه اللي جوايا، ايه المشاعر اللي جوايا، ايه الانماط، ايه الباترنز، ايه الافكار اللي ممكن تكون ممشياني موقفاني في حتت في حياتي. ومع ده، مع ده لما بيحصل طبعا بتبقى مفاجاه كتيره قوي، انه كتير جدا اول ما بنشوفوا المساحه البيضاء زي ما شفنا هنا ومعاها الالوان بيبقى بالنسبه لهم طب اعمل ايه دلوقتي، بعد ما دايما بنكون بندور على انه انا عايزه مساحه ابقى فيها براحتي، عايزه مساحه ابقى حره، لكن اول ما بنلاقي المساحه قدامنا غالبا بنتخض، او غالبا هو ده اللي بيحصل مع كل المشاركات. فلما بيصدقوا نفسهم بيمسكوا الفرشه، ودايما الكلمه اللي بتتقال انه انا بصدق الفرشه هي عارفه سكتها، بس بمسكها من غير ما افكر، من غير ما اتدخل انا، وبسيبها تطلع اللي جوايا. وكتير قوي انه بعد ما بيطلع وبيشوفوا بيظهر معاه مشاعر، وبنلاقي ناس بتضحك قوي وناس مبسوطه قوي وناس حست بتقل او في دموع، فكل الحاجات دي مشاعر وحاجات غاليه قوي 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 بالنسبه لنا. ومن هنا بتبتدي الحكايه، وبنأكد دايما انه الحكايه هي مش حكايه، مش شرط خالص، مش محتاجه ان انا احلل الرسمه، فانا مش بشتغل بالتحليل الرسم، مش محتاجه ان انا احكي كاني بحكي قصه، بس انا محتاجه اقول هو انا حسيت بايه ودي معناها ايه بالنسبه لي، انا ليه وقفت في الحته دي، لانه غالبا انا بقف كتير فيها في حياتي بره مش بس على الورقه والالوان، فبقف كتير قوي لما بيكون في حاجه تقيله، وبفضل ان انا لا انا اغطيها، فممكن الاقي ناس بتحب قوي تعمل كفرينج كذا لاير ورا بعض، بيوريهم حاجه عن نفسه. وهل هذا يريح يعني عند اخراج هذه المشاعر من خلال يعني الرسم، هي تقول شخطوا عليها يعني بشكل عشوائي ممكن يكون بالضبط، هل هذا يريح؟ هل تشعرين انه بعد هذه الممارسة تخرج رغبة بالكلام مثلا؟ او بالضبط، هو اللي بيحصل انه هي بروسس دي زي ليها كذا طبقات، يعني زي لايرز كده، طبقة منها انه وارد قوي اني ادخل ما اكتشفش قوي حاجات عن نفسي، بس احس بريليف، احس انه فضيت طاقة، لعبت زي ما سابين كانت بتقول، يعني فيها حاجه، فيها طفوله ولعب ورجوع ليا انا ولنفسي، فدي اول لاير. بعد كده ممكن اوصل ان انا اكتر اكتشف حاجات عن نفسي، وانا بخاف من حاجه معينه او بقلق من حاجه معينه، او انا جوايا كم كبير من الخوف او القلق او الكبت او اي حاجه من الحاجات دي. ولما بنقعد في الدايره عشان نشارك كلنا، كل المشاعر دي بتطلع مع حكايات بقى ليها ريفلكشنز تخصني انا شخصيا، تخص كل مشارك، فبيبتدوا المشاركين يشاركوا بانه انا اكتشفت كذا، وعلى فكره انا بعمل كده في حياتي، انا حصل معايا كذا كذا كذا، وبتيجي الحكايه من هنا، وبنبتدي نحكي عن حاجات قديمه ومشاعر كانت موجوده دلوقتي. بنحاول نساعد كمان قوي الناس انه هي تكون شغاله على فكره هنا ودلوقتي، دايما بخلي بالي من النفس، من الحضور، من مكاني، من ثبوتي على الأرض، من الريحة حتى بتاعت الألوان والملمس بتاعها، بساعدهم يستخدموا، بشجعهم يستخدموا إيديهم لو حابين، فأنا وكأنه الكيان كله مشترك في الرسمة دي، فأنا مش برسمها من دماغي، ما هياش حاجة لوحة فنية، لا أنا وكأني بدخل جواها، بدخل جوا مساحة معينة، براح معين. كتير حلو أنه نعمل ربط بين الحالتين، الحالة اللي قالتها سابين اللي هي كلاون والحكاية، والحالة اللي قالتها أماني اللي هي الرسم والحكاية. لما نحن منشوف بمعنى دور الفنون في البوح أول شيء وبالتفريغ، اتنيناتهم وقفوا عند مرحلة التهيئة، أنه الفنون هي أكثر، يعني إذا بدي أقول أكثر محرض للدخول لعوالمنا الداخلية وللغرف المغلقة بهذا المعنى، وأكثر محرض لتدخل للذاكرة وتخاطب الذاكرة وتعيد إنتاجها من جديد بهذا المعنى. هلأ يعني نحن أخذنا قطبين اللي هو الحكاية والرسم بهذا المعنى. بقول أنا الفنون هي ليست أدوات علاجية قدر ما هي أدوات تحريضية بهذا المعنى، تحريضية لحتى إذا بدي أقول نوصل لحالة من البوح والتفريغ، بالتالي بيتبعها نوع من الإرشاد وتعديل السلوك.
اخر مرحله اذا بدنا نعمل هيك الاستراكشر، اخر مرحله حتكون هي العلاج. بس انو علاج وكيف بدنا نوصف هيدي حاله العلاج؟ اذا بدنا نحكيها من يعني ناحيه لها علاقه بالبسيكولوجي بعلم النفس، المشارك هون وفق سابين هو عم بيكون او المستهدف عم بيشارك بخط العلاج بهذا المعنى. ليه؟ لانه اصلا هو فسح لنا مجال انه ندخل لمساحه ما حدا بيشوفها الا هو. ولكن ما قلتيه دلال عن تغيير السلوك قد يثير بعض النقاش، لانه ليس الهدف انه في بعض الفنون مثلا عمل سابين لا اتوقع انه يكون الهدف تغيير سلوك او بالنسبه لاماني. يعني لذلك نتحدث عن انماط مختلفه من الفنون. الارشاد وتعديل السلوك، يعني الارشاد وتعديل السلوك هذه مهمه عامه للفنون. بمعنى لما بيكون عندي حاله خوف من شيء، يا هو سلوك معين تجاه اشياء، اذا بالفنون أنا أستطيع أن أعدل السلوك. لما بيكون عندي نزعة عدوانية مثلا في المجتمع، إذا كان الطفل أو بين الكبار، فأنا عم عدل سلوك هذا الفرد عن طريق الفنون. إذن اثنيناتهم الإرشاد والتعديل السلوك هن التوأمة اللي بترافق عملية إنتاج الفن. أصلا هدف الفنون كلها هي الإرشاد بهذا المعنى، تعديل سلوك الفرد. خليني أرجع تاريخيا من فضلك يعني بدي أقول لكل الفنون قاطبة وللأديان. الأديان كلها قامت على فن القص، فن الحكاية. يعني بالإنجيل في البدء كانت الكلمة، وبالقرآن الكريم كانت في مجموعة من الصور اللي هي عبارة عن يعني إذا بدي أقول حكايات لنتعلم منها. يعني وظيفة هذه الفنون وبدءا من الحكاية اللي هي أقدم أشكال الفنون بهذا المعنى، الروي والقص هي من أقدم أشكال الفنون، مهمتها الأساسية كيف بدي أعدل من سلوك الفرد. إذا كان شريرا فليصبح خيرا، إذا كان تفضلي. إيه بس أنا بدي أقول شيء، إنه يمكن خلينا نقول مش نحنا كمعالجين من خلال الفن عم نعدل أو عم نغير. أنا برأيي الشخصي إنه نحنا ما عم نعمل شيء، نحنا أداة أو حدا عم بيدير الحلقة. بس بالنسبة لإلي بعتقد إنه اللي بغير هي المجموعة الموجودة، يلي بتلاقي هم عام وشي عام عم بيعيشوه، وسوا كمجموعة يمكن ما بيغيروا بس بيتقدموا. نحن كعالم نحن دايما بحالة تطور. أنا اليوم كولد حأعطي مثل شوي هيك حسي. اليوم كولد لما يبلش الولد يخلق وبيبلش يعمل بلو بلا بلو ببلش يحكي هيك، الأهل اللي بيجوا بيصيروا عم يحكوا إيه وش عم بتقولوا وكذا، وشوي شوي الولد بيتعلم يحكي. أنا برأيي المجموعة لما تكون بمجموعة علاج من خلال الفن بتكون عم تعمل نفس الشيء لبعضها، بتكون عم تدعم بعضها لهم عام، وهيدا الشيء بخلينا نتطور كعالم او نصير بحاله البيكامينج، يعني وي بيكم الشخص الحلو يلي منحب نصيره. فمن هون بيجي عمليه التغيير. بس لما نسمع كلمه تغيير سلوك وارشاد، انا وارشاد في بعض الناس تتحسس على المهمه التوجيهيه للفن من خلال يعني ما استمعنا اليه، على الاقل ان نتركهم يعني يعبروا براحتهم. ولكن سنضيف لهذا الموضوع بعد اخر ربما قريب من ما تقوم به سابين، ولكن غير نوع من المسرح، مع منظمه العمل للامل التي تعمل في صفوف النازحين والتي تعمل بمجالات فنية عدة من الموسيقى ومن المسرح. ما سنشاهده مقتطف عن مسرحية مع النازحين عرضت في بيروت. شو بدهم يحكوا لي فيها؟
يعني ربما هذه هذا العمل مع اللاجئات تحديدا، لانه هذا العمل المسرحي اسمه حمرة الشفاء. هذا العمل مع اللاجئات ايضا ربما يهدف الى اخراج ما تتعرض له المرأة من عنف داخل مخيمات النازحين، او ربما المجتمع الذي يعنف المرأة ويعني يميزها عن الرجل. لما نحكينا بموضوع إرشاد وتوجيه، هي هذه وظيفة الفن الداخلية بهذا المعنى، ومش هي الوظيفة المباشرة للديكتاتورية التي نقحم فيها الفئة المستهدفة. لكن أول ما ندخل نحن على عمل له علاقة بالثيرابي، عنا أهداف. شو هي أهدافنا؟ أنه ننقلهم من ضفة إلى ضفة أخرى بهذا المعنى، وأنه نساعدهم على البوح والتفريغ بهذا المعنى عبر الفن، يعني عبر الحكاية ولا الرسم ولا المسرح ولا الميوزيك، نستثمره معهم بهذا المعنى لحتى يكونوا مسؤولين بعدين عن الخط، خط الثيرابي، الخط العلاجي، نستثمرها معهم للوصول إلى الضفة الأخرى. إذن وظيفة كل الفنون، وإلا كانت عبثا يعني وجودنا معهم، وظيفتها أنه ننقلهم من حالة إلى حالة، أنه نعدل بدي كمل هذه الفكرة لأنه جدا مهمة. إذا لما أنا بدخل على حقل ثيرابي، يعني بشتغل مثلا مع المدمنين، طب ما أنا عندي هدف إنه بدي أعدلهم سلوكهم ليتخلصوا من الإدمان، معناها أنا وهني مشتركين بوظيفة الفنون بهذا المعنى ونتفهم. نحن فقط عم نناقش دلال، لأنه يعني نحن نتحدث أكثر عن ما تعيشه المنطقة وما عزز المبادرات لمساعدة النازحين، ضحايا الحروب الذين فقدوا أهلهم ربما أو تهجروا أو نزحوا. ولكن النقاش اللي أثرتيه مثير للاهتمام جدا، ربما نخصص له حلقة خاصة عن وظيفة الفن. يعني ليس هناك من تعارض أكيد، وهذا كمان بصلب أصلا وظيفة الفن اللي هلأ نحن عم نحكي فيها. نحن عنا اختصاصات متعددة، لا يمكن أن نجرد الفن من وظائفه الطبيعية الآن، لأنه نحن عم نحكي عن الكون، عن البذرة التي والجوهر اللي بيكون الفنون. الفنون هي مش بس نوع من الترفيه، هي نوع من الأصالة، لأنها تخاطب الروح فينا وتخاطب الذاكرة فينا، وتخاطب بشكل أو بآخر نحن عن الفئات اللي هلأ عم نحكي عليها معاناتهم وحالة الصدمة اللي بيعيشوها. إذن ما وضحت هو وضحت دلال فكرتك، بس حتى نمشي أكثر في الكلام اللي له علاقة بالأرض والتجارب الشخصية. هل من تعليق؟ خليني معلش أضيف حاجة على، أو يعني أعمل كده فرق بين الاثنين، إنه في إحنا في أرت as a therapy، وفي ان احنا بنستخدم الفن نفسه كعلاج لوحده، وان بنستخدم الفن كمساعد في علاج نفسي. فهو في ساعات خطين بيكونوا مش عكس بعض خالص، بس هما خطين منفصلين. ف يعني بضيف على انه الفن نفسه زي ما قالت سابين، زي ما قالت دلال، في صفه مش عارفه اقول علاجيه، او فيها حاجه شافيه، في حاجة بتنقل البني آدم لحتة، لأنه هو طبيعته، هو أصله الطفل هو صغير، لما بتولعي له مزيكا بيرقص وبيتحرك، بيمسك قلم بيقعد يحط الألوان على كل حاجة ويبين أنه هو كان موجود هنا، بيرسم على الحيطة، بيرسم على كل حاجة. فالنوع ده من الرجوع للنفس بيبقى فيه حتة فيها شفاء، فيها علاج مختلف عن العلاج بالاثنين مع بعض. مش معنى انه ده يعني هو ده نوع من العلاج وده نوع من العلاج، وربما يعتمد الشخص نفسه هذه الوسيله للعلاج، كما سنشاهد في هذا التقرير مع ثريا بغدادي. اكيد ربما تكونوا سامعين فيها، ثريا بغدادي هي معلمه رقص لبنانيه، وهي ممثله زوجة المخرج اللبناني الذي شغل على افلام الحرب مارون بغدادي، وهي تتحدث عن كيفية علاج شخصة من خلال الرقص ثم نقل التجربة للآخرين. ترجمة
كل عمري برقص، يعني حلم أمي كان إنه هي ترقص، فوتتني بالرقص ونعمة ما فعلت. يعني اشتغلت مع كاراكلا على فترة 10 سنين وقت الحرب، كانت فترة مؤلمة بس كمان على الصعيد الفني كان في مثل أورجانس إنه نحن نرقص من كل بد. وبباريس صار عندي نظرة أخرى على الرقص الشرقي والموسيقى الشرقية، كأنه اكتشفت جذوري برا. بالثالث فصل من علاقتي مع الحركة والرقص، شفت حالي إنه عم استعمل الحركة والرقص وسيلة استكشاف حياتي اللي عشتها هون بلبنان. و يعني حسيت إنه حياتي بلبنان كانت هالقد انتنس، قوية وسريعة، وما في وقت الواحد يوقف ويفكر شو عم بصير فيه. اكتشفت الرقص العلاجي اللي هو بيخلينا نطلع بتجربنا ونستنتج منها. ولقيت هالشي اللي عملته، هالتجربة اللي صارت معي كتير مهمة لأشخاص عاشوا إشياء صعبة تروماتيك، وقلتي هيدي الشغلة لازم أنا أجيبها على لبنان كمان. ما في أنسى لأنه بعرف شو النتيجة. طلال أنا حبلة، يعني أنا جيت على التمثيل كمان بالغلط. كان مهون عم بيعمل كاستينج للدور تبع ما كان اسمها سوريا، كان اسمها نادية بالفيلم. هو ما كان بده ممثلة محترفة، يعني كان عم بدور على حدا جديد أكيد مش من عالم الفن. فجأة كان مطلوب مني إنه مثل حدا بالحرب، فأخذت معي وقت حتى هيك أتعرف على عالم مهون. أنا اليوم رجعت للسينما يعني من بعد 30-35 سنة، ولقيت إنه بوقتها يمكن ما كنت أنا حاضرة مشان السينما. أنا صرت هلأ بخلال 3 سنين عاملة 6 فلومة من قصير لطويل وعم بيظهروا، و جو سوي أوروز، يعني عم بحقق حلم كان عندي من 35 سنة. يعني لفتني ما قالته ثريا بغدادي إنه كان لابد من الرقص في مرحلة من المراحل في أثناء الحرب، وكأنه أيضا الفن هو ليس فقط للعلاج ولكن كرد فعل على مأساة، على مآسي. يعني نخرج من هذه الحالة لكي نؤكد أننا يمكن أن نرقص ويمكن أن نعبر بالفن. ما رأيك؟ أكيد، يعني شوف ما بتقطع، أنا برأيي الحياة ما بتقطع لأنه كلها مآسي، ويعني الحياة كتير بمحلات صعبة. لا صعبة، يعني إذا بنشوف شو عم بصير حوالينا أكيد الحياة صعبة والعالم عم تعيش أشياء مش مقبولة. فالطريقة الوحيدة لنقدر نتحمل هذا الشيء هو إنه نرقص ونغني ونهرج وننبسط ونضحك على مقاسينا، يعني غير هيك ما بتقطع. عم أكد لك يعني 100%. لا خلينا كمان ناخدها من ناحية تانية، إنه هي الفنون لغة تانية نقول فيها الوجع. يعني مش شرط نقول الوجع بالكلام بهذا المعنى. الفنون هي يعني أحد البوابات للواحد بمارس فيها ذاته إذا بدي أقول، وبيطلع فيها صوته الداخلي. الرقص قد يكون حقيقة من أهم أشكال التعبير، يعني اللغة، لغة الجسد. مشان هيك البادي لانجويج جدا مهمة، والفيلم ارتكز على مسألة جدا جميلة اللي هو اللغة البديلة. يعني إنه أنا عاجزة عن التعبير، فهلأ أنا الأوان لجسدي بتحريض من الميوزيك إنه يقول الصوت الداخلي ووجع الداخلي. إذن كل الفنون قاطبة
هي صوتنا وهي الداخلي ولغتنا الفنان نفسه. بالضبط بالضبط. يعني هي كثير حلوه هذه النقطه، انه اذا حتى بدنا نحكي على الحكايه اللي مصدر للحكايه بعيش ثيرابي، واللي بيسمع الحكايه بعيش ثيرابي، المصدر للرقص بعيش ثيرابي، ونفس الشيء اللي عم بيشوفه. اسمحوا لي ارجع بس هيك لتجربه جدا جميله عشناها بجامعه عين شمس بمصر. عملنا تجربه الرقص العلاجي مع ذوي الاحتياجات الخاصه، كانت تجربه جدا مهمه لانه كان فيها حاله من التعايش والاندماج بين الاولاد الاصحاء الطلاب وبين الاولاد اللي بيستخدموا الكرسي المتحرك، فوصلنا إلى حالة من التجانس، أهم شيء كسر الحاجز بين ذوي الاحتياجات الخاصة والمجتمع. بذات الوقت هن طلعوا عبر الرقص معاناتهم وصوتهم الداخلي، ويعني بمعنى اعتراضهم على معاملتهم كناس أقل بمعنى بالضبط. فعملوا ستوب، ولكن مش بالكلام، ستوب للمجتمع من خلال الرأس، أنه أنا بقدر كون كما أكون، لكن أعطوني إمكانية أن أعبر عن ذاتي وعن صوتي الداخلي. فهو هذا الحكي بتقاطع مع الفيلم اللي هلأ شفناه. أماني كان هو كل اللي تقال ده بيصب في نفس حتة أنه الفن كعلاج، يعني هو الفن في حد ذاته لوحده كعلاج. يعني زي ما تقال هنا كتير قوي أنه لما بكون أنا أخدت دور إن أنا هطلع أقول حكايتي، سواء بمسرح أو في شكل قصة في كلاونينج، بيعمل حاجة جوايا. أو لما بمسك الفرشة وبعمل حاجة أنا عمري ما عملتها قبل كده، يعني وكأني بكسر حاجز خوف جوايا، فده بيعمل حاجة، بيعمل نوع من أنواع العلاج. بسمع نفسي لصوتي الداخلي، وفي نفس الوقت بكسر حاجة وبعمل حاجة ما عملتهاش قبل كده برا، فده بيديني وكأنه بيديني دفعة، كأنها بروفة إنه اللي عملته هنا على فكرة في الفن أنا أقدر أعمله برا، أنا أقدر أتكلم عن تعبي، أنا أقدر وأنت شخصياً خوفي. أماني يعني هل تعتمدين الفن كمخرج لحالة نفسية ما؟ أنا بصدق قوي إنه الفن هو أداة قوية جداً، وفي نفس الوقت ناعمة جداً، إنه الواحد يوصل أولاً لذاته من جوه، وبعدين يقدر يخرج ده بشكل إبداعي. فأنا بصدق جداً إنه هو في حد ذاته، الفن في حد ذاته كنز، يعني حاجة فعلاً من الحاجات اللي ربنا مديها لنا من أيام، يعني هو الانسان بالضبط. الانسان اللي هو البدائي كان بيرسم على الكهف، وكانوا والطبول والرأس في القبائل الافريقيه، كل ده اصول، كل ده فاحنا فن، وكاننا مصنوعين من الفن، بس نسينا كل ده في الزحمه. يعني سؤال معكوس بالنسبه لك سابين، يعني انت تعملين مع النازحين، وقلتي لنا انك باتجاه جوله في البلقان، ايضا في اماكن نزوح ولجوء وما الى ذلك، وسبق انه كمان ذهبتي كما فعلت على كل دلال الى اماكن اللجوء في اوروبا للسوريين. أنت تحاولين تعميم البهجة، ولكن هل يمكن أن تخبرين عن تجربة شخصية أنه أنت خرجت من هذه التهريجة وأنت متعبة نفسياً، يعني له أثر، كما هو الطبيب النفسي الذي له ساعات محددة لأنه ما يعمل به له انعكاس. لا طبعاً، أنا يعني كل ما أكون، خاصة بالرحلات يلي بروح فيها مثلاً بالبلقان، منروح نعرض شو بقوله، بغابات بقلب اللامكان، ومش مزح بقلب اللامكان، عالم مخبية صار لها سنين، سنة وسنتين وثلاثة، وعم بيناموا بالغابات وفي تلج وحرارة ناقص 18. يعني لما أوصل على محل شوف كل هالشباب قاطعين بحر، حاطين معرضين حالهم للخطر، ومعناتها إنه هن لو وصلوا يعرضوا حالهم لكل هذا الخطر، يعني ما بعد عندهم أمل بالحياة، يعني قالوا إذا منموت منموت. وصلوا، لما وصلوا على البلقان ما عادوا قدروا لقوا مستقبل لإلهم، فهن ناطرين وناطرين وناطرين، وكل يوم بجربوا يمرقوا يقطعوا هالغابة ليقطعوا دولة ويتحملوا إنه ينلقطوا يتخبطوا يرجعون هيدي الحالة. فلما أوصل على هيك شيء
وشوف في أوقات نشوف عيون فارغة إنه خلص ما عاد في شيء يعني، ومنقضي وقت حلو لذيذ. أكيد أنا برجع منهارة طبعاً يعني شو إنه عم شوف كل هيدا الشيء قدامي، ومشان هيك بقلك إنه الحياة إيه صعبة يعني، تعو إنه تعو من نضحك على بعض، وإيه لا لازم نضحك تنقطعه بس. فأكيد برجع، ودايماً بعد هيدول التريبس يلي بعملهم يلي بيكونوا 18 يوم أو 20 يوم أو اللي هن 3 أسابيع أو 4 أسابيع، برجع عندي أسبوع أنا بحاجة يكون بعيدة عم برجع بس عيد النظر بكل شيء شفته. أول شيء تأستوعب شو شفت، تاني شيء تأعرف طيب أنا هلأ شو بعمل. وأكيد الشيء يلي بخليني دايماً أرجع أوقف على إجري وأمشي هن هول المومنتس يلي بحس إنه عن جد أثروا بهول العالم، وعن جد قدرت عملت تغيير، وتغيير آني بشوفه على الأرض قدامي بصير. وهيدا الشيء اللي بالفن كمان بالفن منشوفه دغري عم بصير قدامنا، دغري منشوف هيدا الإفكت يلي عمله. ولأنه شو ما كان الحالة، مثل ما كانوا عم بيقولوا الحالة سيف، ما في جادجمنت، ما في في حالة سيف، وفي حالة في حالة فرح لو شو ما كان، وفي هيدا نقطة الأمل يلي دايما بتكون. فهيدا الشيء بخليني أرجع أوكي أوقف وكمل، لأنه بحس إنه أوكي على القليلة مش عم بقدر غير الحياة على مستوى الدول وتغيير القوانين وتغيير هيدا الشيء، بس عم في أشخاص هيك عم يتأثروا هيدا. أماني يعني أنت وافقتي عندما كانت تتحدث عن الأثر النفسي، هل هذه تجربتك أيضا؟ يعني بالفعل هو تجربتي الشخصية في الرسم عامة. يعني أنا كنت يعني بفتكر إنه أنا صغيرة، أنا والدي ووالدتي هما أطباء، لكن والدي كان غاوي قوي تصوير، فهو وكأنه هو دايما كان بيشجعني إنه أرسم، ويلا جربي ترسمي. وماما كمان كانت بتشجعني، وأنا عمري ما كنت بشوف نفسي إن أنا ممكن بكون أعرف أرسم. ومع الوقت فضل هو على طول بيشجعوني إنه يلا وإنتي بتعملي حاجات حلوة، وأنا مش مصدقة. لغاية يمكن من 9 سنين، وده وقت قريب جدا، كنت بمر بوقت مش يعني الحياة كانت صعبة، وحسيت إنه أنا محتاجة أعمل حاجة تنقلني شوية في حتة تانية، أو تديني البراحة ده، تديني مساحة اللي أقدر أبقى فيها بعمل حاجة مختلفة. وبالفعل جربت، قلت هروح أرسم، يمكن أخد كلاسز عشان أنا مقتنع أن أنا ما بعرفش أرسم. وفعلا رحت أخدت يمكن 3-4 كلاسز، ولقيت نفسي، لأنه حتى المنتور بتاعي كان بيقولي، هو على فكرة الكلاسز دي أنا ما علمتكيش فيها، ده كان جوه وكان موجود كأنه مخزون وطلع. وفعلا بقى هي دي المساحة اللي بلاقي نفسي فيها، بعمل حاجة بتاخدني العالم في نفس. نعم. في نفس. ماذا عنك دلال؟ ونحن يعني اقتربنا من نهاية الحلقة، ونعطيك الدقائق الأخيرة إليك، ولكن في مجال للتعليق إذا عندكم تعليق. يعني بدي أرجع للسؤال اللي طرحتي على الزميلات بتجربي بعلاج النساء الأزيديات والعراقيات اللي تعرضوا للاغتصاب شمال العراق. كانت تجربة كتير صعبة حقيقة لإلي طبعا كتيرابويترين. أرجعت وقلت سأتوقف. نشير فقط دلال إلى أنك عايشة في ألمانيا كي نفسر بعض التعبير اللي خرجت منك. صحيح، أنا آسفة. أوكي، فرجعت وقلت أنا سأتوقف عن متابعة مهمتي كمعالجة، لأنه أنا تعبت فعلا وأصبت بعطب نفسي. أنا بعرف أنه أنا قادر أثر بالفئات المستفيدة، لكن جدار الحماية ما اشتغل عندي، فأنا رجعت محبطة جدا. أحد الأصدقاء والزملاء المسرحيين قال لي لازم تكتبي، إذا كتبتي الحالي حتتخلصي منه وحترتاحي. فعملت نص مسرحي هو من فصل واحد اسمه جدران ثكلة، واشتغلناه هلأ بالبحرين كسينوغرافيا وإلى آخره. هذا النص هو بيخلصني حقيقة من كمية الضغط والألم اللي عشتها بالحالة اللي بدي أقول حالة العلاج. فصار علاجي أنا النفسي لذاتي عن طريق الفن، عن طريق الكتابة،
هو كمان احد اذا بدي اقول يعني اشكال التعبير او اشكال الفنون. فنحن بنوصل لحاله من الضغط بحاجه فيها لنوع كمان من التفريغ ونوع من المساعدة إذا لم يعمل الجدار الحامي والجدار الفاصل، وأحيانا لا يعمل حتى لو حتى لو استحضرنا اللحظات الجميلة اللي منعيشها مع الفئات المستهدفة، بس نحن بحاجة كمان بعد حقيقة لنعمل مثل سابين أسبوع ثيرابي لحالنا وريلاكس ونحاول نلاقي ممر نعبر فيه عن هذا الاسترس اللي كان بفترة الثيرابي. شكرا لكم سابين، يعني والله شغلتنا صعبه شفت يعني عطلتونا همكم حقيقه، ولكن نعمل فولو اب على الاوراق لم تستخدم الا لسنه هذا ما زبطت معي، فعلا حققت امنيتي بانه يمكن ان ترميها لنشوف الى اين تصل. على كل شكرا على المشاركه معنا، شكرا لك دلال مقاري من فلسطين، شكرا أماني شنودة من مصر، وسابين شقير من لبنان، وإلى اللقاء مشاهدي ومستمعي بي بي سي في حلقة جديدة من دنيانا الأسبوع المقبل.